حياكم الله مشاهدين الكرام. إلى جانب تدشين شؤون الجمارك بوزارة الداخلية جملة من خدماتها إلكترونيا بهدف تلبية متطلباتها واحتياجات كافة العملاء من المستثمرين والمخلصين الجمركيين، انضمت شؤون الجمارك إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوي تواصل بهدف الارتقاء بالخدمات الجمركية وتفعيل المزيد من التواصل والتعاون مع العملاء والشركاء. طبعا يا فواز، يأتي هذا التعاون والتنسيق بين شؤون الجمارك وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تجسيد لمبدأ الشراكة والتواصل وتسهيل إجراءات العمل. خلنا نتابع معكم مشاهدينا اللقطات الجاية لشؤون الجمارك وراجعين للحديث أكثر عن هذا الموضوع. بالفعل جهود كبيرة لوزارة الداخلية بشكل عام ولشؤون الجمارك بشكل خاص. طبعا الحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا في الاستوديو هنادي الخاجة القائم بمهام رئيس فرع الخدمات الجمركية في إدارة التراخيص الجمركية وخدمة العملاء بشؤون الجمارك. يا مرحبا فيك وسعداء جدا بوجودك اليوم. يا هلا ويا مرحبا فيك. يا مرحبا. يا هلا ويا مرحبا. يعني انضمامكم حق البرنامج تواصل، لو تكلمينا عنه أكثر، ومن هم المستفيدين من هذه يعني المتعاملين معاكم شلون راح يستفيدون من هذا البرنامج؟ نعم، برنامج تواصل مثل ما تفضلتوا هو نظام إلكتروني يتبع أو تم إنشاءه من قبل الحكومة الإلكترونية، مشكورة طبعا على هذا النظام المميز، معني بتوصيل الحالات من مستخدمي النظام في حالة الجمارك، احنا نسميهم العملاء، إلى الجهة الحكومية بشكل مباشر، سواء كان استفسار اقتراح او حتى شكوى. بداية انا لازم اشكر معالي وزير الداخلية على موافقته لانضمام الجمارك الى هذا النظام، وايضا اوجه شكر لمعالي رئيس الجمارك لدعمه المستمر للارتقاء بالعمل الجمركي. وحبيت اذكر ايضا بان مهمة الجمارك هي التميز او تقديم خدمات مميزة على مستوى الإقليم بإذن الله، لتسهيل السفر والتجارة المشروعة ورفع وحماية أمن المجتمع. من هذا المنظور وانطلاقا أيضا من تعزيز التعاون مع العملاء ورفع عدد قنوات التواصل، تم انضمام الجمارك إلى هذا النظام. ممتاز ممتاز، وأكيد جهزتوا الجماعة اللي راح يردون على أي مقترح. أكيد الحكومة الإلكترونية فعلا ما قصروا ووفروا لنا تدريب كامل. طويل كامل أيه. مفصل والدعم التقني، لأن هي يهتمون نظام تواصل بالأساس يهتم برضا العملاء، يهتم برضا المواطنين والأهالي والكل، يعني اهتمام بشؤون الجمارك. يعني في هذا النظام، نظام تواصل الممتاز جدا، من اللي راح يستفيد منه بشكل أكبر خاصة لما نتعامل إحنا مع الجمارك؟ نعم. يفيد من هذا النظام كافة المتعاملين بشؤون الجمارك. إذا أفصلهم هو القطاع اللوجستي بشكل عام، يتمثل بشركات النقل عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، المجتمع التجاري، التجار من المستوردين والمصدرين، وأيضا الأفراد اللي لهم تعاملات. نعم. لهم أكيد. بضاعة من الخارج لهم أكيد. والمخلصين الجمركيين. جميل جدا. أنا أتوقع أن اللي موجودين على تواصل هم ناس فعلا واثقين من نفسهم، يبون فعلا يقدمون خدمات مميزة للعملاء. نعم. لو نتكلم عن أكثر، شنو الحالات والمواضيع اللي استلمتوها سواء كانت مقترحات أو حتى مواضيع متعلقة بالجمارك؟ نعم.
لحد الآن لليوم استلمنا فوق 20 حالة من تاريخ انضمامنا إلى اليوم. هذه الحالات أغلبها تندرج تحت مظلة التخليص. التخليص نقصد فيه الإجراءات والإجراءات للاستيراد والتصدير للشحنات التجارية والشحنات الشخصية أيضا، كلا بحسب طبيعة حالة الايتمز أو البضاعة اللي راح استلمها أو أصدرها. وإلى جانب ذلك هي القيود الجمركية. القيود الجمركية تخص أكثر الجهات الرقابية اللي تعطي موافقة مسبقة على المواد اللي تدخل الدولة، وأيضا التفاويض الجمركية. التفاويض أقصد فيها هو تفويض التاجر للمخلص جمركي على أساس يقوم بالنيابة عن التاجر. هو تاريخ كم أنتوا انضميتوا حتى وصل؟ يعني ما شاء الله عليهم في عز الأزمة ما قالوا تحدي وإنه يمكن حصل وايد مشاكل وشكاوى لأن في قطاعات يعني ممكن يكون عملها أبطأ. هاي ثقة بالنفس. هاي ثقة. إذا شغلك صح إداريا منظم بشكل بالفعل. صحيح والجمارك هي مثال على هذا الشغل بالفعل. صح نعم. مثلها مثل والجوائز اللي قاعدة ترصدها على المستوى العالمي هو بعد دليل بالضبط. ثاني نعم. يعني شو اللي يضيفه نظام تواصل أستاذة يضيف على العمل الداخلي خاصة؟ نعم. شؤون الجمارك نظام تواصل احنا نراه فرصة للبناء وليس فرصة للهدم. جميل جدا. راح يعطينا قاعدة بيانات من الحالات اللي راح نستلمها كافة سواء شكوى اقتراح أو استفسار، ونبني على هذه قاعدة البيانات، نبني عليها دراسات، نسوي gap analysis تحليل الفجوات الموجودة عندنا. ممكن نركز في جانب معين إذا شفنا cases متكررين في النظام أن هذا الجانب يحتاج توعية أو تطوير. نعم. إلى جانب ذلك فإحنا بكل تأكيد النظام راح يراوينا نقاط الضعف في أماكن صحيح. معينة راح إن شاء الله نحولها لنقاط قوة إن شاء الله. سيدنا عمر قال رحم الله امرأ أهدى عليوبي. والله كفو عليه على هذا الفكر الرائد. يعني والله. إن فعلا صندوق الشكاوى أصلا أو أي أو مثلا برنامج تواصل أو أي شيء من نفس هذه الثيم هو فعلا فرصة للارتقاء. يعلمك وين نقاط ضعفك وين نقاط قوتك، شو صحيح. ممكن تطور عملك، وهذه فعلا هذه أساس وجوهر شغلكم اللي أنتوا سنيتوه. يعني ما شاء الله عليكم فعلا فكركم رائد في هذا المجال. لو تكلمينا عن المشاريع المستقبلية. والله الكورونا عفس كل شيء للأمانة بس إن شاء الله في المستقبل القريب الجمارك راح تفتح مكتب خدمة العملاء في الإدارة المركزية في الحد. المبنى الرئيسي للجمارك. هذه راح يوفر على العملاء بمختلف أنواعهم أنه لمعاملة واحدة أو معاملة معينة يروح المنفذ. وخبركم منافذنا يعني جسر الملك فهد حتى دخلت شوية إجراءات مطار البحرين نعم وحتى الميناء. فإن شاء الله هذا المركز راح يوفر عدد من الخدمات يسهل على المتعاملين. ممتاز. احنا دائما طماعين ودنا نتعرف أكثر على شؤون الجمارك وشايفين أدائهم وجهودهم، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة راح نخصص حلقات معينة ومخصصة لشؤون الجمارك. هنادي الخاجة القائم بإعمار رئيس فرع الخدمات الجمركية بإدارة التراخيص الجمركية وخدمة العملاء بشؤون الجمارك، كل الشكر والتقدير لك. شكرا. يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. إذا كان في